ما هو تفسير الآية الكريمة إذا زلزلت الأرض زلزالها؟ سورة الزلزال تنطوي على التحذير والتخويف من زلزلة الأرض وما يترتب على ذلك من الحث على الأعمال الصالحة، إذ العمل الطيب فيها لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى مهما قل أو دل، حتى ولو كان مثقال ذرة، ومثله من المعاصي والآثام أيضا. تتناول الصور في مقدمتها حدثا من أبرز أحداث يوم القيامة، حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافا شديدا وتزلزل زلزالا عظيما، ولفظ كل ما في باطنها وتخرج ما فيها من أجساد ومعادن وغيرها، في مشهد يوحي بأنها تتخفف من أحمالها الباطنة ثم تموج بها موجا شديدا وتمور مورا. ذهب الإمام القرطبي في تفسيره للسورة بأن المقصود بزلزلة الأرض أي يوم أن تتحرك من أصلها، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زلزلة الأرض تكون في النفخة الأولى، ثم يتبع ذلك إخراج الأرض لما في جوفها من الأجساد والأثقال، مصداقا لقوله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. جاء إضافة المصدر ونسبته للأرض في قوله تعالى: زلزالها، من باب التأكيد على هول المشهد، وأنه هنا على سبيل الاختصاص فهو ليس زلزالا كالزلازل المعهودة في أذهان الناس في الدنيا، حيث يرافق ذلك المشهد ذهول البشر مما يحدث للأرض، فكأنهم كالسكارى من غير سكر، فلا يدري أحدهم ماذا يفعل، حتى إنه ليتساءل والحيرة والخوف يغشاه، فيقول كما أخبر المولى سبحانه: وقال الإنسان ما لها. سورة الزلزال تؤكد أن حدث زلزال الأرض سيغير نظام العالم ونواميسه، فالخلق مقبلون على مرحلة جديدة لم يشهدوها من قبل، حيث تنطق فيها الجمادات وتحدث الأرض أخبارها، تأكيدا أن المرحلة المقبلة مرحلة حساب وسؤال وجواب. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. وهنا يظهر عدل الله سبحانه وتعالى بموافاة الناس أعمالهم بالذرة، حيث أن سورة الزلزال قد جمعت أسباب الخير وحثت عليه، كما جمعت أسباب الشر وحذرت منه، فكأن من أخذ بها كان من أهل النجاة، وما ذلك إلا لأنها جمعت بآيتين منهما عمل الخير والشر، وبينت جزاء كل منهما. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين بأنهما الجامعتين. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ولذا كان السياق القرآني الفريد يشير إلى دعوة المسلم إلى عدم الاستخفاف بالقليل من الخير، كما تحمل تحذيرا من قليل الشر، فإن قليله مع قليله يصبح كثيرا. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى عندما حذر من صغائر الذنوب وقال: إياكم ومحقرات الذنوب. وقد روي في الآثار أن الصحابة الكرام والسلف الصالح قد أخذوا سورة الزلزال بمجامع قلوبهم، فكانوا يستحضرون آياتها ودلالاتها في مواقف كثيرة، ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه ذات يوم مسكينا وفي يده عنقودا من العنب، فلما ناوله منه قال: فيه مثاقيل ذرة كثيرة.